بالسماء كلما قربت له قرب، والدعوة سهم إنما من غير أمل تصعب. باب السماء كلما قربت له قرب، والدعوة سهم إنما من غير أمل تصعب. والقلب هو السماء، إيمان بالله وقصد كريمة الآب هو اللي بيقرب. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي. أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى سعادة وعلى تقوى، وأن يمتعكم الله بالصحة والسلامة والسعادة الكافية بقدرته ورحمته. اللهم إنا نسألك ونتقرب إليك أن تحفظ بلادنا وجيشنا ورئيسنا وأولادنا، وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير لبلادنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدك شفي الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخوة الإيمان والإسلام، هذا هو اللقاء المنتظر الذي نتحلق فيه حول مأدبة العلم، حيث نجلس في ضيافة السادة العلماء الذين اشتقنا إليهم بعد الشهر الفضيل، ونسأل الله أن ينفعنا بعلومهم. نبدأ بالتحية لعلمائنا الذين شرفونا. أبدأ بأخي الكريم فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، كل عام وحضرتك وأصحاب الفضيلة ومشاهدينا الكرام بخير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الأكارم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ووفق رئيس بلادنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واهده بهداك، واجعل عمله كله في رضاك، ويسرنا جميعا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ونرحب بأخينا الحبيب العالم الجليل فضيلة الدكتور هاني تمام. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ رمضان. أهلا وسهلا شيخ خالد، كل عام وحضراتكم بخير وربنا تقبل منكم إن شاء الله. أمين. وكل عام والسادة المشاهدين بكل خير وعافية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل الله منا ومنكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أمين. ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ رئيس البلاد، وأن يجري الخير على يديه للبلاد والعباد، إنه ولي أمين. ذلك ومولاه. أمين. ونرحب بأخينا وشيخنا دكتور رمضان. أهلا وسهلا يا سيدي. أهلا بك دكتور هاني، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بفضيلة الشيخ رمضان عبد المعز، أهلا بشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ خالد الجندي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وحضراتكم جميعا بخير وسعادة وعافية، وكل عام وبلادنا بخير، وكل عام ورئيس جمهوريتنا بخير، وكل عام ومؤسسات بلادنا بخير وفي أمن وأمان واستقرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يبارك في بلادنا، وأن يجعل كلمتنا واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق رئيس جمهوريتنا للخير والسداد، وأن يرزقه الثبات والإخلاص. اللهم آمين. آمين آمين. كل عام وأنتم بخير شيخ خالد. يعني بما أن حضرتك العمدة كيف كان رمضان معك؟ أمتع رمضان. أنا والله كنت لسه بقول في الأسبوع دوت، لو حضرتك كنت شفت الحلقة، كنت بتكلم عن أن ده رمضان الذهبي. ده رمضان الذهبي، يعني من سنين من سنين عديدة ما شفناش رمضان بهذا الظرف وهذا اللطف وتلك الروحانية العالية. الحمد لله. والحقيقة الحقيقة الحقيقة كلنا استمتعنا برمضان بفضل الله عز وجل، الحمد لله. وكان المجتمع مشرف للغاية.
أعمال الخير كانت في كل مكان. أعمال الخير أنا شفت والله أنا شاهد عيان على ما أقوله لك. شفت الخير في كل مكان، شفت الناس كلهم قاموا بمضاعفة الصدقات ومضاعفة الزكوات ومضاعفة الإطعام ومضاعفة الإحسان ومضاعفة الصلوات، وختمات القرآن بقت ما شاء الله عديدة في كل مكان، في البيوت وفي الشوارع وفي المساجد، وما شاء الله شفنا شباب صغار في السن، أنا شفتش السن ده قبل كده، المساجد ممتلئة، ولادنا جم على شوق ومحبة لرمضان الكريم. احنا شفنا احترام للشهر، شفنا فاعلية لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف في حياتي ما شفتها، نشاط غير طبيعي، نشاط غير عادي. وزارة الأوقاف الحقيقة يعني أعلنت حالة الطوارئ، ما كانش فيه شيخ فينا في كل مشايخ مصر إلا وتلقاه بيقوم بأعلى جهد وبأعلى طاقة، دروس بالنهار ودروس في التراويح وصلاة التراويح وتهجد واعتكاف في العشر الأواخر. الحقيقة أنا يعني بنتهز الفرصة ديت علشان أحيي الوزير المقاتل السيد الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة حفظه الله وباركه الله وبارك الله فيه على هذا الجهد الجهيد اللي عاوز أقوله على الهوى. يا معالي الوزير مهما قلنا لك مش هنقدر نديك حقك، إنما احتسب عند الله أجرك، احتسب عند الله ما عملت، احتسابك عند الله سبحانه وتعالى للعمل وللأجر هو الشيء الوحيد اللي حيرضيك وحيرضي أي إنسان بيطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. لفت نظر يا سيدنا في شهر رمضان ده، فعلا هو رمضان غير مسبوق لنا تقريبا كلنا. السنة دي كن أنا شخصيا كنت مقبل جدا على القرآن بشكل غير مسبوق، أكثر من ختمة وأكثر من قراءة، شبه يعني كان رمضانات السابقة ربما كنت أؤلف شيئا، السنة دي تقريبا هو القرآن كله بس، مرات ومرات ومرات وتأملات. لاحظت في جهد وزارة الأوقاف إنه شغل على مدار الساعة، الكل شغال والكل مبسوط والكل سعيد والكل بيشتغل برضا وبأريحية، فيه رسالة بتؤدى على مدار الساعة. عجبني قوي كلمة رفعتها وزارة الأوقاف في شهر رمضان، مساجد عامرة وقلوب غامرة. الله الله، عجبتني قوي. المساجد فعلا كانت عامرة، معظم رمضانات السابقة كنا بنقسم رمضان ثلاث أقسام، العشر الأوائل، الأوسط، الأخير، كده كده كده. السنة دي لأ، رمضان كله مستوى واحد بالضبط. المساجد أبدا ما تفرغت، جهد عظيم جدا من وزارة الأوقاف كاملة، من أصغر واحد لأكبر واحد وليس فيها صغير، في كل المحافظات كنت تلاقي شغل وتلاقي دعوة وتلاقي رسالة، ووزير الأوقاف على رأس العمل 24 ساعة تقريبا لا ينام، الله يديه الصحة والعافية ويحفظه، يشنوا هجمات يشنوا نقد، لأنه دايما الشجرة المثمرة طبعاً هي اللي طبعاً بتنال منها الحجارة طبيعي والله. لا بس جزء الشجر مثمره الشيخ خالد له جمله كده يعني يقول لك ايه، تلاقي واحد ماشي في الجنازه، في جنازه حد، يقول لك الله يرحمه كنت له اعداء. ايوه قال لي كده، قلت له، قال لها واحد مره كنا ماشي في الجنازه وبقول الله يرحمه ما كانش له اعداء، قلت له اخرب بيتك انت بتشتم المرحوم. قال لي ليه؟ قلت له انت معنى كلامك انه كان تافه، التافه بس هو اللي ملوش اعداء. صحيح، التافه بس هو الذي لا يهاجم. يعني عاوزين تعرفوا حضراتكم، عاوز تعرف الشخص تافه ولا مش تافه، شوف في هجوم ولا ما فيش هجوم. أئمة الصلاح والإصلاح، أئمة الصلاح والإصلاح اللي هم الأنبياء، الأنبياء مش هم أئمة في الصلاح والإصلاح. نعم صدق، ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، مرة من المجرمين ومرة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فأنا بقول تحية كريمة جدا لمعالي وزير الأوقاف على هذا الجهد العظيم في إحياء الدعوة، في تجديد الخطاب، في عمارة المساجد، كل شيء كان عظيم جدا. لا، وتحية كريمة جدا للأزهر الشريف ولجامع الأزهر. نعم، كان على مدار الساعة وعلى رأس الإمام الأزهر، كان الأزهر حاجة، جامع الأزهر حاجة تفرح بصراحة، شيء غير مسبوق. ورسائل عظيمة جدا من مشيخة الأزهر ومن مرصد الأزهر ومن مجمع البحوث الإسلامية. تحية كريمة لدار الإفتاء
المتابعة طول الوقت، مؤسسات دينية عظيمة جدا جدا. تحية كريمة. كان رمضان نشرف نشرف ونفخر به. صحيح. هو رمضان السنة دي كان مختلف فعلا زي ما حضرتك تفضلت يا شيخ خالد عن بقية رمضانات اللي فاتت، باعتبار ان احنا لسه خارجين من أزمة كورونا وكان غلق المساجد والأزمة اللي احنا كنا عايشينها. السنة دي كان فعلا في اختلاف شديد جدا. دايما كنا بنلاحظ ان الناس يعني تيجي في المساجد مثلا في اول 10 ايام اول 7 ايام ويبدا بعد كده المسجد يقل. دلوقتي السنه دي لاحظنا حاجه غريبه جدا، ان المسجد من اول يوم لاخر يوم ممتلئ. ده بفضل الله اولا وتوفيق الله للعباد، وبفضل ما قامت به الوزاره من جهد كبير جدا جدا بكل ابنائها على مدار اليوم والليله. دروس بعد الفجر، دروس بعد الظهر، دروس بعد العصر، دروس بعد العشاء. الوقت الوحيد اللي ما كانش فيه يعتبر دروس كان هو المغرب، واحيانا كان فيه كمان درس بعد التراويح. يعني في اثناء التراويح في درس 5 دقائق أو 10 دقائق خطيره دي خطيره. وفي بعض المساجد كانت بتتبنى دروس وعظيه بعد التراويح، بالاضافه للاسابيع الثقافيه اللي كانت بتفعل في المساجد الكبرى زي مسجد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. السنه دي كان في نشاط غير عادي يا مولانا، نشاط ملحوظ جدا 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 في كافه مساجد مصر حتى في الارياف، ولاحظنا ده وشفنا ده ورصدنا ده. ده فعلا دليل على ان الوزاره قامت بجهد عظيم جدا جدا بكل ابنائها. كل القائمين والعاملين عليها بذلوا جهد كبير جدا. احيانا كنت اتصل ببعض الزملاء مثلا الساعه 1 او 2 يقول انا لسه في الوزاره، لسه ما روحتش، احنا هنتسحر هنا. وفي ناس احنا بتبات في الوزاره من كثره الضغط والمتابعه اللي هي الشبه يعني على مدار الساعه وعلى مدار اليوم والليله. فده اولا. الامر الثاني إن الحمد لله كان فيه استقرار كده نفسي عند كثير من الناس في هذا الشهر الكريم. نعم. يعني لو لاحظت يا مولانا ومشايخنا موجودين في الشهر ده ما حدش كان بيتكلم عن غلاء أسعار. ما حدش كان بيشتكي من الغلاء. رغم وجود الغلاء. رغم وجود الغلاء سبحان الله. لكن كان رزق ربنا واسع جدا جدا، وده اللي ربنا اللي سيدنا النبي قاله يعني وهو شهر يضاعف فيه الرزق. فكان الناس فيها أريحية كده وفيه استقرار نفسي وسكون نفسي، لأن الناس قربت من ربنا قوي السنة دي، وقربت من مساجد ربنا قوي. فربنا أفاض علينا بالرزق الواسع، ودي رسالة مهمة لينا ولكل حد عايز ربنا يفيض عليك من رزقه وتشعر بأريحية وتشعر بسكون. خليك دايما مع ربنا، توكل على الله سبحانه وتعالى، ما تشغلش دايما دماغك بالشكوى وغلاء الأسعار. لا تنشغل بما هو لك عما أنت لك. بالضبط. لما الناس انشغلت بالله سبحانه وتعالى وانشغلت بعبادته والإقبال على الصلاة والتراويح أول الله عليه من معاش، ربنا سبحانه وتعالى أعن على ذلك. فما فيش شكوى والحمد لله كانت في رمضان عن الرزق والغلاء والكلام ده كله. الحياة فعلا يعني لفتة جميلة جدا جدا يعني جدا. لفتة جميلة. وجاءت نصوص كثيرة كثيرة في القرآن والسنة تؤكد هذا المعنى يا حضرات. يعني في القرآن يقول لي وأمر أهلك بالصلاة، مش انت مش بس هتصلي، وامر اهلك بالصلاه. نعم. وبعدين لانه ده امر بمعروف فمحتاج شويه صبر، قال له واصطبر عليها. بعدها قال له لا نسالك رزقا، ما تقلقش على الرزق، لا نسالك رزقا. اصل انا ممكن يجي يقول لي وامر اهلك بالصلاه اقول له مش فاضي، انا مش فاضي، انا عندي شغل. نعم. واصطبر عليها، هو انا قاعد في البيت عشان اصطبر ولا اقول لهم اصلا؟ قال لي لا نسالك رزقا نحن نرزقك. يا اخي جملة نحن نرزقك، بقول لك أنا برزقك. أنت لو ركزت في العبادة في وعد من الله وعدك به في حديث قدسي شهير كل الناس تحفظه. لو أنت ركزت في العبادة وحطيت يا ابن آدم أيوة تفرغ لعبادتي، أيوة أملأ صدرك غنى، أيوة وأسد فقرك. نعم. ما هو ده أنا بقول، عشان كده بدأت الجملة دي، إن هناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة تؤكد هذا المعنى. والحمد يعني الناس لما واقعية يا شيخ رمضان في رمضان طبعاً، مش مجرد كلام طبعاً بس طبعاً. كل الناس عاشت الموضوع ده في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أصبح وهمه الدنيا، كل ما تيجي تقعد يا راجل، ده دخلوا لنا الدنيا في الجوامع، تبقى قاعد عايز تذكر ربنا، عشان تلاقي واحد إبليس بعت لك واحد كده ها يقول لك شفت الدنيا يا عم، انا في بيت ربنا شفت الطماطم يا عم ويذكر فيها اسمه، يا عم احنا جايين نذكر ربنا في بيت ربنا. يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. والعجيب اللي بياكد كلام سيادتك انه النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه بيقول لك لو واحد عنده مصيبه ان حاجه ضايعه منه وبيدور عليها في المسجد. يا لا. ناس محدش لقى ساعه، محدش لقى ساعه، انا كنت بتوضى والساعه بتاعتي ما اعرفش ايه. لو شوف واحد بيسال على حاجه تايهه، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول قولوا له
لا رد الله عليك ضالتك. لو وجدناه ينشد ضالته في المسجد. ده أنا أول مرة أشوف النبي على السلام بيأمرك أنك تدعي على حد. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ الواحد بيدور على حاجة تايهة في المسجد، قول له إلهي ما تلقاها. إيه؟ قول له إلهي ما تلقاها. لا ده النبي اللي أمر بكده عليه الصلاة والسلام. طب لو واحد بيتاجر، يا جماعة سلام عليكم أنا ببيع القلم دوت بره، بيتباع الدستة بمعرفش إيه، وأنا ببيع. لو عمل كده في المسجد ادع عليه، قل له لا أربح الله تجارتك. ليه النبي بيأمرني ادع على لم تجعل المساجد لذلك، هو لذكر الله سبحانه وتعالى. الرسول كان كل همه صلى الله عليه وسلم انك تركز في الطاعة، انك تركز في العبادة اثناء العبادة. صح. اخرج من العبادة اعمل انت، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. انما جوه المسجد ما تبيعش. من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهي راغمة. المعنى ده جميل أوي. ففعلا يعني أنت داخل المسجد، أنت داخل تسبح وركز في العبادة وركز في الطاعة. والغريب ان انت لو سمعت الحديث، انا عاوز ارجع الحديث ده تاني، عدي تفرغ لعبادتي املأ جيبك غنى. لا مش جيبك، لا قلبك. املأ خزائنك. لا امال املأ ايه؟ قلبك. الله. يعني هنا الغنى المقصود هنا مش غنى مادي، غنى النفس وغنى القلب، انك تستغنى. شوف 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 المعنى، استغنى بالله عن كل شيء. الغنى استغناء. تستغني بالله عن كل شيء. يبقى الغنى مش حيازة، انما الغنى استغناء. طب ما النبي قالوا ليس الغنى عن كثرة العرض. مش انت عندك عمارة هنا وارض هنا واطيان هنا. لا 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 لا، قال ولكن الغنى غنى النفس. ولذلك بتلاقي عنده يعني كل حاجة، اموال وكل حاجة، منتهى الفقر، وباصص لبتاع الفول اللي بيبيع طبقين زيادة. اه والله في ناس كده هتلاقيهم في حياتك. يبقى عنده مال قارون، انما عنده حاله من حالات التطلع الى ما في ايدي الاخرين. يقول لك انت عارف بتاعت الجرجير دي بتكسب كام في اليوم يا عم؟ تبقى انت هتتجنن. والله العظيم ويقف يفصلها ربطتين بجوز جنيهات. يعني حاجه غريبه جدا. يقول لها انت بتبيع الليمونه ازيد من التسعيره. والله اطلب لك الشرطه عشان باعت ليمونه زياده ولا خدت منه 5 جنيه ولا فده. في ناس عندهم الحته دي. ليه؟ لان ما عندوش غنى. وتلاقي فقير عنده حاله زهد شديده جدا وحاله عفه. وده القران بيقول يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. والله العظيم يا شيخ خالد، وتيجي تسال هؤلاء الناس وقال الحمد لله احنا في نعمه، الحمد لله مستورين. أيوة. اللهم لك الحمد. حلوه اللغه دي قوي قوي. خبر ابيض. الحمد لله. هو ليه قل سماع الجمله دي؟ ليه قل سماعها يعني؟ ما هو الحقيقه طبعا هو نحن لا ننكر ان في ناس ما شاء الله عليهم، تيجي تقول يبقى في ابتلاء ولا في مستشفى ولا في عنايه مركزه ولا تروح خراطيم داخله وخراطيم خارجه منه، وتقول له كيف طمني عليك، يقول لك الحمد لله. في اعتقد انها تربيه داخله في الموضوع. عارف سيدنا التربيه من الاخر تربيه. احنا تربينا بالابائيب يا شيخ رمضان. احنا شفنا احد المشايخ سيدنا كنت بتكلم معاه فسالني 3 اسئله بما فيهم ان انا املا قلبي رضا او ثقه ويقينا بالله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم، ما قالش فعلم اعمالهم. فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره. الله يبارك في عمرك. الشيخ بيقول لي ايه اسهل شيء في زماننا، ايه اصعب شيء في زماننا، ماذا نحتاج في زماننا؟ ثم قال اسهل شيء في زماننا معصيه الله، للقرب والبعد، لقرب المعصيه وسهولتها وبعد الناس عن الله البعض. ماذا نحتاج؟ قلت له الطاعه. قال لي لا، الثبات على الطاعه اصعب بكثير، اصعب شيء في زماننا. يبقى اسهل شيء في زماننا المعصيه، اصعب شيء في زماننا قال الثبات. صح. قلت له وماذا نحتاج؟ قال الرضا. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا مع الله والرضا لله. ده الروشتة اللي محتاجينها الناس دلوقتي، كلنا محتاجين، واحنا اول الناس. الرضا بالله ربا اسما وصفة وفعلا. الرضا عن الله. وبالمناسبة يا دكتور رمضان، الرضا بالله دي، الرضا اللي يرضى بالله ربا وهو مدبر وهو اللي بيقسم الرزق وهو سبحانه وتعالى.
كان حقا على الله ان يغنيه, أن يغنيه. الله ينور. يعني بس يعني الصدق انا رضيت بالله ربا, اللي يقول الدعاء ده وعنده قناعه به كان حقا على الله ان يرضيه. بس البعض بيفسر كلامكم بانه دعوه للخمول ودعوة للرضا بالأمر الواقع والاستسلام لمشاكل الاقتصادية والمشاكل المادية. أنا أتكلم لازم أنقل الفكرة علشان برضو يبقى الكل سمعني. البعض يقول بص أهو بدأوا يخدروا الناس وبدأوا ياخدوا تعليمات, هيتقال هذا الكلام من بعض المأفوكين. يقول لك إيه, اي بص خدوا تعليمات عشان ايه, عشان تجهز نفسك بقى ايه للايام السوداء اللي جاية, وعلشان تبقى عارف بقى ان انت خلاص تسكت تقفل بقك. إيه الرضا السكوت, ايه ردكم على اجاوب يلا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله عظيم, ومن اعظم الصور القرآنية ثالث صورة جت في المصحف اسمها ايه, النساء. ثالث صورة آل عمران. آل عمران ثالث صورة بترتيب المصحف. قصدك في المصحف يعني؟ في المصحف. آل عمران, في سورة آل عمران القرآن اتحدث فيها قرابة 60 آية عن غزوة أحد. مظبوط. وكلمنا عن الرضا بقضاء الله وقدره, أن عندنا 70 شهيد والألم شديد جدا, والقرآن يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يا رب ده احنا حمزة استشهد سيد الشهداء عم النبي, عم حبيبك, والنبي بكى بكاء شديدا, قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. رضا ولا مش رضا؟ رضا. وبعدها قال إيه, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى منتهى الرضا هو صح؟ اقلب الصفحة, الصفحة بتاعتنا اللي احنا حافظين عليه, اقلب الصفحة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإيمان والرضا بالقضاء والقدر لا يعفي المؤمن من مسؤوليته. يعني مش الإيمان بالقضاء والقدر بيقولك اقعد في البيت, لا بتشتغل. الإيمان بالقضاء والقدر بيقولك لا تتداوى, لا بنتداوى. انت بتاخد بالأسباب وتجتهد, واجتهدت وفلاح وزرع الارض والزرع ما طلعش, عمل ايه يعني؟ الحمد لله. وفي فرق يا سيدنا بين الاخذ بالاسباب والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. اول حاجه ما في علم الله انا لا اعلمه الان, يعني اللي يحصل ايه بالليل, اللي يحصل ايه بكره انا ما اعرفش, لكن انا مطالب في هذه اللحظه وفي هذا الوقت ان اخذ بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى اوكلها الي. وربنا اقام الحياه كلها على كده, سواء كانت امور دينيه او امور دنيويه. فأنا لا أتدخل في علم الله, لا أتدخل في قضاء الله سبحانه وتعالى, إنما أنا اللي مطلوب مني دلوقتي بعمله. ولازم يكون عندي يقين في الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى قل كل من عند الله. أي حاجة تحصل سواء كانت خير أو في ظاهرها شر, وهيكون في خير إن شاء الله, ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا بناخد بالأسباب. طيب أنا خدت بالأسباب في حاجة معينة وكان نفسي الحاجة دي تحصل وحصلت, يبقى أشكر ربنا عليها, لأن شكرتم لأزيدنكم. طب ما حصلتش, يبقى أنا أكون على يقين وعلى ثقة في الله تامة إن ربنا أراد لي الخير في عدم تحقيق هذا الأمر, ولازم أرضى بكده. الرضا مش معناه السكون زي ما الشيخ رمضان تفضل, الرضا معناه إن أنا أخذ بالأسباب, أعمل اللي عليا وأكل الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. ده المنهج اللي سيدنا النبي علمنا, اللي علمنا إياه, وده المنهج اللي القرآن علمنا إياه. أما مسألة تخدير الناس أو الكلام ده كله, معلش ده بيبقى فيه شوية إبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قصة أنك أنت تخدر الناس زي الجماعة التانية ما بتقول هنا, عايزين يفصلوا الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى, لأن منهج ربنا كده. منهج ربنا لك أنت تسلم الله سبحانه وتعالى بعد ما تاخد بكل حاجة أنا أمرتك بيها. طب أنا أخدت بالأسباب وعملت كل اللي علي ولم أوفق, خلاص يبقى ده اختيار ربنا, واختيار ربنا هو كمان الأفضل. كمان يا دكتور هاني, كمان يا سيدنا, في حاجتين مهمين جدا. هل الرضا يضاد الطموح؟ لا اطلاقا. اقول لي ما عليك, انا حالي مع الشغل زي حالي مع التعليم. انا اخذت المرحله الشهاده الاعداديه انا راضي وعيني على الثانويه, خدت الثانويه انا راضي وعيني على الجامعه, هو ده. ففي رضا وطموح. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ المتقين. ما قالش المسلمين, ده بيقول لك عينك فوق. طب بقيت من المتقين, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما. نعم. فإحنا دي النبي علمنا الرضا والطموح, دي النقطة الأولى. النقطة الثانية, أنا عندي ثلاث مقامات يا فضل الشيخ خالد, عندي التوكل والتسليم والرضا. أنا نازل للحياة
عندي أهداف وغايات، فمحتاج ظهر وسند، فمتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. طب وأنا بحقق هدفي، فيه وسائل بتخذها، وسائل اتفتحت، وسائل اتقفلت، أنا مسلم، فالتسليم مع الوسائل. طيب خدت بالوسائل فتحققت أهداف، وأهداف لم تتحقق فرضيت، فالتسليم مع الوسائل والرضا مع النتائج. فالراضي التسليم مع الوسائل. أنا باخد وسائل، أبواب كتيرة بفتحها عشان أصل إلى غايات، أبواب اتفتحت، أبواب أغلقت، أنا مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى ويسلموا تسليم آخر الآية، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. يبقى إذن التسليم مع الوسائل. طب أنا أخذت بالأهداف. خدوا بالكم، خدوا بالكم بس عشان الكلام، أنا عاوز الناس تحفظه. نعم. التسليم مع الوسائل والرضا مع النتائج. مع النتائج. ناخد فاصل، نهضم هذه المعلومة ونعود بمشيئة الله، فابقوا معنا. هناك الحقيقة قبل ما نكمل حلقتنا، يعني عزاء واجب، والعزاء دوت احنا بنقوله علشان بس حضراتكم تبقوا عارفين انه كل مهنة فيها شهداء، وبرضو العلماء بيدفعوا هذه الضريبة مثل باقي فصائل المجتمع. عندنا شهداء، وعندنا شهداء قدمناهم الى الله سبحانه وتعالى، واحتسبناهم اجرا وعافية ومغفرة عند الله تبارك وتعالى. ثلاث شباب من علماء الامة لقوا مصرعهم في حادث أليم في الوادي الجديد، في أتوبيس الوادي الجديد من يومين، يعني رحمة الله عليهم. ثلاثة من خيرة، من خيرة الشباب ومن خيرة العلماء. فضيلة الشيخ المرحوم أحمد حنفي أبو بكر رحمة الله عليه، وفضيلة الشيخ محمد أحمد محمد حنفي رحمة الله عليه، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الله محمد حسين رحمة الله عليه. ثلاث علماء فقدناهم في حادث واحد في الوادي الجديد. والحقيقة السيد الوزير، وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور مختار جمعة، قام بتعزيتهم ونشر ذلك على صفحات، على صفحته الخاصة. يتقدم بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، وينعاهم جميعا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته. أمين. وأن يسكنهم فسيح جناته. أمين. وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان. أمين. وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل. أمين. وقد وجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمدرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم، قدرها 50,000 جنيه لكل إمام، لأسرة كل إمام منهم. حقيقة ما يعني شعور طيب ومبارك ومواساة مقبولة من السيد وزير الأوقاف. وإن كانت أموال الدنيا لا تعوض قطرة دم واحدة لأي مصري أو لأي إنسان، إنما الحقيقة رحمة الله عليهم رحمة واسعة، ومصابنا فيهم أليم. نسأل الله أن ينزلهم منازل الشهداء، وأن يرزقهم مرافقة إمام الأنبياء. آمين يا رب. ودولي حضرات من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم. كما نسأله سبحانه وتعالى، اللهم لا تحرمنا أجرهم. آمين. ولا تفتنا بعدهم. آمين. واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين. آمين. وارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين. وارزقنا اللهم حسن الخاتمة بفضلك. آمين. وكرمك وجودك. أسأل يا الله عز وجل أن يدخلهم الجنة. آمين. بغير حساب. آمين. ولا سابقة عذاب. آمين. وأن يجعل مأواهم الفردوس الأعلى من. آمين. الجنة. آمين. أسأل الله عز وجل أن ينزل على أهلهم الصبر والرضا. آمين. أسأل الله أن يربط على قلوبهم. سأل الله تبارك وتعالى. آمين. أن يعجل الشفاء للمصابين. آمين. اللهم آمين. 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 صلى الله. الحقيقة عليه. أنا عاوز أكمل كلامنا في الموضوع المهم جدا اللي حضرتك كنت الرضا موصول فيه، وهو الرضا. وقلت أن الرضا بيكون في النتائج. النتائج يعني حد شغال. أما الوسائل أما التسليم فمع الوسائل. يبقى التسليم مع الوسائل والرضا مع النتائج. والرضا مع النتائج. نعم. الأمر الآخر يا عم الشيخ خالد، أن لازم الناس تعرف أن العبادة مفهومها أوسع. بعض الناس فهم أن العبادة محصورة بس في الصلاة وزكاة وصوم والكلام ده، لا، العبادة مفهومها أوسع في هذا الدين الحنيف.
من مفهوم العبادة التعرض للمحن والشدائد اللي هتتعرض ليها في حياتك، وهتصبر عليها ازاي وهترضى بيها ازاي. ربنا بيقول لنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أي إنسان معرض للفتنة يعني اختبار وامتحان، سواء بقى في ماله في أهله في أي حاجة، فلازم الإنسان يهيئ نفسه يا مولانا لأي شدة لأي محنة لأي مصيبة، عشان لما تحدث في أي وقت، سواء كان هو ليه سبب أو ملوش سبب، ليه دخل ملوش دخل، أنا ماليش علاقة، في الآخر كله من عند الله. فلازم أنا كمسلم أهيئ نفسي لأي شدة أو أي محنة بالصبر والرضا والتسليم التام لقضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعفيني إن أنا أخذ بكامل الأسباب اللي ربنا أمرني بها. فهنا بقى بيتجلى مفهوم العبادة على الوجه الصحيح، إن أنا عارف إن كل حاجة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. أنا خلقتك للعبادة، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف عيش أسوقه إليك. الله، أنت عايل هم الرزق ليه؟ رزقك مكفول عند الله سبحانه وتعالى، بس أنا طالب منك وظيفة لازم تعملها. إيه الوظيفة؟ العبادة. ومن مجمل العبادة أنك أنت لما تتعرض لمحنة أو شدة لازم تسلم لقضاء الله ولازم ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم أنا لم أطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزق غد. أنت شايل هم بكرة ليه؟ عايز بكرة يجي، تخليك في النهاردة، خليك في اللحظة دي، شايل هم بكرة. ربنا ما قالكش صلي للظهر بتاع بكرة، صلي العصر بتاع بكرة، أنا بطالب منك تصلي الظهر بتاع دلوقتي. حتى لو صليت العصر قبل الوقت ما يدخل صلاتك غير مقبولة لأنك أنت صليت قبل الوقت. لم أطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزق غد. من أهم الأشياء اللي بتوقع الناس يا سيدنا في كآبة وفي حزن وفي نكد، إن هم دايما شايلين الهم، شايلين هم بكرة، بكرة يحصل إيه؟ الأسعار هتغلى ولا مش تغلى؟ هجيب أكل ولا مش هجيب أكل؟ ربنا قال لك أنت رزقك مكفول عندي، بس أنت مطالب دلوقتي بحاجتين، بالعبادة تقوم بيها والتسليم التام لقضاء الله سبحانه وتعالى. مع الأخذ بالأسباب. طبعا طبعا ربنا سبحانه الأخذ بالأسباب يا دكتور رمضان. نعم. يعني أئمتنا وعلمائنا في أهل التصوف يقول لك إن القلب المعتمد على الأسباب هو قلب مليء بالهموم والأحزان. صدقت. صحيح. هو معتمد تاني. القلب المعتمد على الأسباب قلب مليء بالهموم والأحزان. يعني أنا لما أضع خطة لأمر ما وأبذل المساعي، لما أنا أودي مريض للعلاج أو أودي الطالب للمذاكرة أو للامتحان أو للدرس، ده أخذ بالأسباب أهو، بس ما تعتمدش عليه، اعتمد على الله سبحانه وتعالى. اللي هيشفي المريض الله سبحانه مش وتعالى. الطبيب هو ربنا. يعني أنت مش بتتكلم على الأخذ بالأسباب، لا، على الاعتماد، الاعتماد على السبب. الله سيدنا ولذلك تاني الجملة دي عشان محتاجة إيضاح. يعني في فرق ما بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الأسباب. أنت بتأمرنا إن إحنا نأخذ بالأسباب إنما ما نعتمدش عليها. أنت عايز تروح المدينة المنورة، فبتقوم يا رب كلنا جمع، اتصلت بشركة الطيران وطلعت وجبت التذكرة وطلعت المطار. بسألك سؤال، مين حيوصلك المدينة يا شيخ خالد؟ ما تقولش مثلا مصر الطيران الخطوط الوطنية المصرية. أيوة ماشي، أنت معتمد إن اللي هيوصلك ربنا. الطيارة ديت الكمبيوتر بتاعها عطل، هتركب طيارة تانية. صحيح. تالتة. رابعة. شوف ازاي انت بتاخد بالاسباب وانت عارف ان اللي هيدخلك ربنا، اللي هيوديك ربنا. بس شركة مصر الطيران ما بتعطلش خالص، الحمد لله والله. ولذلك نسأل الله عز وجل ان يوفقهم دائما لما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل ان يعم الرخاء بلدنا وسائر البلاد. ولذلك العلماء يا سيدنا قالوا ايه؟ قالوا التوكل انشغال الجوارح. حضرتك لما خدت الولد ورحت للطبيب، ده انشغال الجوارح بالأسباب وانشغال القلب برب الأسباب. الله، دي التقسيمة. إن جوارحك مشغولة مع الأسباب، لكن قلبك فين؟ مش مع الأسباب إنما مع رب الأسباب. العلماء قالوا أعظم تعريف للتوكل الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، والاعتماد على الله وكأن الأسباب ليست بشيء. ده أعظم حاجة. انت جوارحك واخده بالاسباب كان الاسباب هي كل حاجه، لكن انت معتمد على الله وكان الاسباب ليست بشيء. ولذلك لما انقطعت الاسباب اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. بمناسبه استاذنا لما كان بيتكلم عن العباده وان مفهومها واسع، من احسن الكلام اللي قاله الشيخ محمد الغزالي، قال ابره الخياط، فاس الفلاح، مشرط الطبيب، قاروره الصيدلي، ادوات المهندس،
أعظم عبادة لله رب العالمين. نعم. ده من العبادات. وسائل تعبد. بالضبط يا فندم. مش وسائل استعمال بس يعني. لا يا فندم. النقطة الثانية قالوا إنه الابتلاء للإنسان بثلاث حاجات. الله عز وجل يبتلي الإنسان في الدنيا بثلاث أشياء. لا استنى بس قبل ما تكمل. تفضل يا فندم. قبل ما يكمل. نعم. شوف المعنى الجميل الراقي ده خلاني والله أول مرة أسمعه. يعني تخيل لو واحد سواق تاكس واتعامل مع التاكس إنه وسيلة عبادة. صحيح. تخيل إن واحد حضرتك مثلا كاتب وتعامل مع قلمه ده اللي بيكتب بيه انه وسيلة عبادة زي ما قال مولانا الشيخ محمد الغزالي ينفع بها خلق الله ايوه طبعا ويقيم بها حجة ويأمر بمعروف ويدعو الى خير وينهى عن المنكر صحيح تصور الدنيا محراب واسع لعبادة الله لذلك سيدنا النبي يقول من امسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له اشتغلت طول النهار وعملت تكد وتجدح طول النهار في شغلك ايا ما كان الشغل ده تفرع عليه يتفرع عنه انه الحفاظ على الادوات اللي بنتعبد بها رب صحيح. العالمين الحفاظ على العباده صحيح مش كده شغلك عباده عملك عباده فكان العلماء اتكلموا على انه الانسان الابتلاء في الدنيا بثلاث حاجات واحد الشهوات الحيوانيه اثنين الاوامر الشرعيه ثلاثه الابتلاءات القدريه خلاص خلص شهوات حيوانيه شهوه اكل الشرب الفرج اثنين الأوامر الشرعية افعل ولا تفعل ثلاثة الابتلاءات القدرية هم دول الثلاث حاجات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم دول الثلاث أقسام شهوات أوامر حيوانية أوامر شرعية ابتلاءات قدرية شهوات أوامر ابتلاءات شهوات أوامر ابتلاءات دي الثلاثة يعني اللي واحد يقول لك ده أنا بصلي وبعمل وبطيع ربنا وأنا بأذيش حد أنا اللي بيحصل لي ده إيه ابتلاءات في ملف كده اسمه هو سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام كان عمل إيه الأيوب اللي ابتلي 18 سنة كان عمل إيه ما عملش حاجة وأيوب ابتلي وسليمان ما ابتليش هو سليمان ابتلي نعم سيدنا سليمان ابتلي نعم ده كان خير الدنيا كله عنده ما هو ده ونبلوكم بالشر والخير هناك ابتلاء بالعطاء وهناك ابتلاء بالمنع يعني الاثنين دول ابتلاء الاثنين ابتلاء يبتلى القوي بقوته ويبتلى الضعيف بضعفه ويبتلى الصحيح بصحته ويبتلى المريض بمرضه ويبتلى الغني بغناه ويبتلى الفقير بفقره كل انسان مبتلى يعني ممتحن اصل الناس فاكره كلمه مبتلى يعني رزيه مصيبه لا مبتلى يعني ممتحن فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه الايه بتقول ايه في الاول فاما الانسان اذا ايه ما ابتلاه ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما ازاي ابتلاه ربه واكرمه ونعمه شوف لاحظ يا سيدنا هذا من فضل ربي ليبلوني لما وقوله تعالى ونبلوكم ايه بالشر والخير فتنة سورة الانبياء يبقى الاثنين ابتلاء ما هو ربنا اللي قال في القرآن من كلام مش من عندنا احنا بس الناس بتحب ابتلاء الخير الناس بتسمي الخير عطاء ما تعرفش انه ممكن يكون ابتلاء وبتسمي الشر ابتلاء المنع بتسمي الشر ايه ابتلاء ما تعرفش انه ممكن يكون عطاء ربما سيدنا عطاء الله وده يبقى عطاء شوف الاسم اسمه عمل ازاي ابن عطاء الله ربما منعك ليعطيك ربما منعك ليعطيك نعم يا نهار ابيض والله العظيم يعني انت لو عندك مريض سكر تمام ومنعت عنه حته بسبوسه انت بتعطيه حياه الله يفتح عليك مش بتمنع عنه حته بسبوسه انت بتعطيه حياه صحيح. انت بتحافظ على حياته فانت ما منعت عنه الا حفاظا عليه لو ابنك الصغير اللي عنده 7 سنين قال لك يا بابا انا عاوز تشتري لي طبنجه مثلا لو السفيه بس اللي هيجيبه ويقول له اتفضل يا حبيبي المسدس بتاعي اهو اضرب اللي انت عاوز تضرب لا مصيبه ده السفيه بس اللي يعمل كده انما العاقل يقول لا إيه اصرف الذهن عن هذا فالمنع هنا عين العطاء انت بتدي ابنك حياة مستقرة وهادئة بدل ما يموت نفسه وموت الآخرين انا عايز ارجع بس النقطة الشيخ رمضان قالها وتفضل بها نقطة مهمة جدا وهي مسألة الاعتماد على السبب في فرق بين الأخذ بالسبب والاعتماد على السبب احنا عندنا مولانا يعني ألف ذه في العقيدة بتاعتنا أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى سبحانه يعني أي شيء يجري في الكون مهما كان صغير كبير إن كل شيء خلقناه بقدر الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وتنسب الأفعال للعباد اللي هو إحنا يعني على سبيل المجاز المباشرة تمام المباشرة والمجاز فبالتالي لما أنا يعني أخذ بأسباب حاجة معينة والحاجة دي تحصل ما نسيبش النتيجة ليا أو للأسباب إنما أنسبها لله سبحانه وتعالى
وبالتالي انا اخذت عملت اللي عليا وبذلت جهد كبير جدا جدا، والحاجه دي يعني لم تحدث، ما نفذتش، ما ربنا ما وفقش فيها، فخلاص انسب ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد كده. سيدنا ابن عباس دي كلمه لطيفه قوي يا مولانا، بيقول: من قال لولا الكلب لدخل اللص البيت فقد اشرك بالله سبحانه وتعالى. يا ساتر يا لطيف. من قال لولا الكلب لدخل اللص البيت قد كفر بالله او اشرك بالله. يعني انت عندك على البيت بتاعك عامل حاطط كلب حراسه، فجاي لص او حرامي عايز يدخل البيت، فالكلب هوهو عليه فطلع يجري، فانت معتقد اصل دلوقتي الكلب هو اللي بيطلع يجري ايا مكان. المهم فالراجل مشي جري، فانت تعتقد ان لولا وجود الكلب ده كان الراجل دخل؟ قال لا، ما تعتقدش كده، اعتقد ان اللي صرف عنك اللص الله سبحانه وتعالى، مش الكلب، مش اي حد. فده المنهج اللي لازم نتعامل بيه على سبيل السببيه. هل توافق؟ نعم، على سبيل السبب، مش على سبيل الحقيقه. يعني بقول لولا الكلب لكان الحرامي دخل البيت. السبب. بس انا وانا بقولها انا متوقر في قلبي انه سبب. سبب، زي ما اقول يا دكتور معلش اشفيني ابني، انا بقول للدكتور اشفيني ابني على سبيل السبب والمجاز وليس على سبيل الحقيقه. يعني انا لا اعتقد ان الدكتور ده هيشفي. أنا يعني بيقول على النبي كشف الغمه على سبيل السببيه والمباشره، ما فيش اي مشكله خالص. تمام تمام، ما فيش اي مشكله. انما لو كان هو ما يعتقدش، ما يعتقدش بقى من جوه. ايوه تمام، ده اللي سيدنا ابن عباس يقصده. لو انت اعتقدت ان السبب هو الفاعل الحقيقي، يبقى ده اشراك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل على سبيل. يبقى لا نحكم على لفظ. لا بالظبط بالظبط. بس هنا عشان نبين للناس سيدنا الاعتقاد، انك انت ما تعتقدش في اي سبب، اعتقد اعتقاد يعني يقينك من جوه ايه، قلبك من جوه ايه، متعلق بالله سبحانه وتعالى، مش متعلق بالاسباب الظاهريه او الاسباب الخارجيه. الاسباب الخارجيه انا متعلق بيها على سبيل المباشره، لان ده امر. ايه رايك في اللي عندهم وسواس العقيده، ان يقول لك ايه، قول باذن الله، قول ان شاء الله، انت فاهم يعني ايه؟ يعني بيوتروا الناس، وبيحصل للناس حاله من حالات الارتباك اللفظي، يبقى مش عارف يقول ايه. صحيح. يعني بعض الناس يبقى مش عارف يقول ايه، اقول والله الدكتور ده عالجني، تسلم ايه، وتلاقي واحد يروح ناطط لك يا اخي اللي يعالجك ربنا. تقول ايه؟ بصراحه اداني فلوس اغناني ان انا اسال حد. يا عم اللي بيغني ربنا. نعم. فاهم الكلام ده؟ هنا المقصد والعقيده بقى يا سيدنا، انت قصدك ايه من جوه؟ ان هو الطبيب ده هو اللي اغناني، يقينك كده، اعتقادك كده؟ مين اللي صح في الاثنين؟ تمام. اللي قال لك ان ما هو هل في انا دكتور هاني خلي الامور ماشيه ببساطه عشان خاطري يعني. هل في عاقل يا جماعه يا مشاهدين بالزبط. يا مشاهدين، هل في عاقل يعتقد ان الشفاء والمرض بيد الطبيب؟ في قابلتوه يعني حد فيكم كعبل في واحد منهم؟ في واحد يقول لك ايه الشافي هو الطبيب؟ في حد بيعتقد هذا؟ وبالتالي لازم تبقى فاهم وتحسن الظن في اللي بيكلمك. صحيح. لو قال لك ان الدكتور عالجني جاب لي دواء تسلم ايده شفاني من الكحه، ما بلاش توتر نفسك وتوتر تقول لا. ده في الحديث الشريف الراجل اللي كان تايه منه حاجه ولقاها، فالنبي قال ايه؟ الله قال الراجل ده قال ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. الراجل في الحديث، فالنبي قال هل النبي خطاه ولا النبي كفر؟ قال اخطا من شده الفرح. ده صدق لسان. في اعرابي واقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه؟ ما شاء الله وشئت. نعم. صحيح. فالنبي قال له لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله اجعلتني لله ندا. نعم. في حد الروايه كده. نعم. ما لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. هذا الكلام لانه جالس امام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي المعلم، ما لازم يعلم الناس. نعم. هو قال ذلك على سبيل التعليم يا سيدنا. نعم. واصلا الدين انما ليس على سبيل الالزام. لا لا خالص، لانه تلاحظ حضرتك نسب الله الاغناء الى غيره على سبيل السببيه. ده الرزق يا مولانا. مش سيدنا النبي قال على زكاه الفطر اغنوهم؟ لا ده الرزق اللي هو ارزقوهم. فارزقوهم من يعني كلمه ارزقوهم والغنى برضه. قالوا اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. الرزق فارزقوهم منه. المغفره قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أمام الله. الفضل نسبه الله إلى غيره. تمام. قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. والنعمة وإذ تقول الذي أنعم الله علي وأنعمت علي. يا سيدنا ده بيتكلم عن سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على لسان المسيح يقول أني أخلق لكم، مشتركات لفظية. بالظبط. نعم. لما نجيب سيدنا المسيح نقول له تخلق ازاي يا سيدنا عيسى؟
قال لا لا مش اللي هو الإيجاد من العدم يعني تصوير سمى الملائكة مدبر الأمر مع أن ربنا يدبر الأمر لكن قال على النزعات في سورة النزعات المدبرات الأمر وقال على الملك أنه بيتوفى قل يتوفاكم ملك الموت مع أنه هو الفاعل الله الحقيقي يتوفى. الله يتوفى الأنفس فإحنا بنقول للناس لازم تحسن الظن باللي بيتكلم ما تقعدش تيجي لك وسواس تقول لا يقول لك إيه واحد يقول لك إيه لا الحمد لله انا راجل غني ومبسوط يا عم الغني والله انت ايه اللي ده عجيب ويجي مثلا يعد فلوس يقول لك الله واحد مالوش تاني ما يعني العدد ثلاثة العدد ثلاثة ما افتكرش ربنا الا ساعات بيعد الدولارات الله واحد مالوش تاني ايه العادات العجيبة دي فلازم يا جماعة نكون عندنا حسن ظن بس انا عندي تعليق لطيف جدا نعم عاوز اقول لكم عليه هدية مني ليكم كده يعني قبلنا الهدية وعدوا الجمايل لو سمحتوا عدوا الجمايل متى يكون الرضا حلو السؤال ده علشان بس بعض الناس يقولك ايه انتوا بتمهدوا للناس الخنوع والاستسلام للفقر والاستسلام للمصايب والاستسلام للظلم لا دي ولا دي ولا دي استعيذ منه والله مني اعوذ بك من الكفر متى والفقر متى يكون الرضا هذا هو السؤال الحقيقة سمعت من فضيلاتكم إجابات كثيرة جدا بس أنا هقول حاجة هسميها النقطة الفارقة نفضل. الرضا لا يكون قبل المصيبة هو ده الخطأ اللي الناس فهمها خطأ صحيح الرضا لا يكون قبل المصيبة صحيح الرضا يكون بعد وقوع المصيبة بعد النتيجة صحيح خدوا بالكم الحتة دي يعني ما تجيش لواحد تقوله إيه عبد حميد نعم انا عاوزك ترضى لما تخبطك عربية وانت ماشي ليه يا ابني كده ده كلام في ده انت بتشقب اسمها ايه بتفول علي بتفول علي يعني ايه في ايه عاوزك انا عاوزك ترضى لما ابنك يسقط في الامتحان ان شاء الله في الثانوية العامة ايه ده كلام عيب يتقال ها عيب امال ايه لو حصل شيء لا قدر الله تقول له انا عاوزك ترضى خلاص لان القدر حصل سهم القدر حصل يهيئ نفسه يا سيدنا يبقى القدر يبقى الرضا امتى يكون قبل المصيبه ولا بعديها فما تجيش انت تقول للناس انا عاوزكم تتعلموا الرضا ويجي واحد جاهل يقول لك انت بتمهد بقى علشان الناس تستسلم لا الرضا لا يكون قبل وقوع المصيبه او الامتحان الرضا يكون بعد الامتحان عشان كده احنا عندنا قاعده عقديه مهمه جدا يلا يحتج بالقدر بعد وقوعه لا قبل وقوعه أيوة كده العقيدة انه انت لما هتحتج بالقدر تحتج بعد مش قبل بالظبط طب بس هو العلماء اتكلموا يا سيدنا في نقطة ضابط الرضا يلا ضابطان يلا الضابط الاول غض البصر انت راضي تغض بصرك عن نعمة غير لا تمدن عينيك هو ده ضابط الرضا لان انا راضي بعربيتي وبدور على اللي احسن منها بس ما ببصش على عربية حضرتك ضابط الرضا انا لو راضي بعربيتي مش هتتطلع عيني الى عربية وقالوا كلما اتسعت العين ضاق الصدر شوف ازاي كلما اتسعت حلوة العين شكرا مضان ضاق الصدر تبص هنا وهو ربنا بيقول النبي لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ده كان بيمر عليه الهلال والهلال عليه الصلاة والسلام والهلال ولا يوقد في بيته نار ما فيش طبخه بتنطبخ يعني ولا يوقد صلى الله عليه وسلم في بيته ايه نار وجوز بنته ملياردير عثمان سيدنا رضي الله عنه انت متخيل عارف دي من المواقف اللي بتحيرني لا بالظبط كده يعني جوز بنته سيدنا عثمان بن عفان يعني كان ممكن يقول لبنته بقى ايه ما تشوفي جوزك دوت اللي مش حاسس بينا ولا المساله خلاص يعني ده اللي كان لوحده يصغر وكلام مفيش الكلام ده لا ده لحاشا لله صلى الله عليه وسلم صاحب الهمة وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها عن نفسه أيام شمم صلى الله عليه وسلم فمش النبي مش شوف ازاي ولم يعلم ذلك عن النبي في هذا الوقت النبي ما قالهمش ولا لو كان قالهم كان سيدنا عثمان يبادر أنا عارف يعني رضي الله مفيش وما قالش كان مستور الحال مستور عارف كلمة مستور الحال يعني الصحابة كانوا قريبين جدا من النبي ما حسوش ما شوف ده مش ربنا بيقول يحسبهم الجاهل اغنياء مش يحسبهم الجاهل مستورين لا ده ملياردير يقول لك اغنياء ده على قلبه قد كده ولكن وبرضه يا سيدنا حضرتك اغنياء حضرتك اشرت قبل كده النقطة مهمة جدا انه لم يكن هذا الحال ديما لانه جه وقت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من اغنى الناس وكان عنده 7 حوائط
لما تركهم له مخيريق. هو يا شيخ بس أغرب طبعا في قضية غير النبي، النبي لم يكن فقيرا، استغنى بالله عن كل شيء، بس هو كان مع غناه، كان مع غناه قوته الكفاف. الله نعم. كان مع غناه دعب كده يعيش على التمر والماء. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما نعم. احنا ما قلناش ان سيدنا فقير صلى الله عليه وسلم، لكن عاوز اقول لك ازاي كان عنده حاله زهد شديده صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا دلوقتي ضابط الضابط في ضابط، اول ضابط هو غض البصر. انا كنت فاكر، كنت بتعلم ان غض البصر ده بيكون عن الشهوات، اغض البصر عن امراه او بتاع، طلع ان غض البصر اكبر من كده، عن نعم الغير. طلع ان غض البصر عما اعطاه الله لغيرك، نعم عما اعطاه الله لغيرك اهم من غض البصر عن شهواتك. اول علامات الرضا غض البصر عمن اعطاه الله نعمه. قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب. أيوة. اسات الى الله في حكمي اذ انت لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك ان زادني وسد عليك وجوه الطلب. يا ترى ايه ضابط الرضا الثاني؟ نشوف بعد ذلك الفاصل، ابقوا معنا. نعمة كبيرة قوي حكاية الرضا دي، ده ملف كبير قوي يا اخوانا. ازاي الرضا دوت؟ انا عاوز اكون راضي، انا عاوز اكون راضي وابوها راضي ومالك انت بقى يا قاضي. انا عاوز اكون راضي. طب ازاي تكون راضي؟ تكون راضي. فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق علمنا انك انت قدامك حاجتين مهمين جدا، يعني اتق الله وغض بصرك. غض بصرك عن ايه؟ انا فاكر هيقول لي غض بصرك عن واحده معديه ولا بتاع وجزاها الله خيرا لو قال كده، انما لقيته بيقول لي غض بصرك عن ما في ايدي غيرك. نعم. عما في ايدي غيرك. نعم. إيه رب؟ واستدل بقوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن وفي ولا تمدن. ولا تمدن يعني في من غير واو وفي وفي ما الاثنين وردت الاثنين في القران. صحيح. يبقى معنى ذلك ان القران الكريم امرك انك ما تبصش للي في ايد غيرك. نعم. وبعدين هو بيتكلم كده انا سرحت في ايه؟ في انه من نعيم الجنه، من نعيم الجنه حجب عطاء الآخرين عن الآخرين. صحيح. شوف، حور مقصورات في الخيام. صحيح. عشان ما حدش يبص لمراد ده، ولا حدش يبص قصرات الطرف. لا شوف معنى عجيب جدا. صحيح. إن من عجائب القرآن إن هو بيعالج لك حتة البص دي، عالج حتة البص دي بطريقتين اتنين في القرآن. إيه هما بقى يا مولانا؟ أول حاجة، طريقة العلاج الأولى انه حجب النعمه الخاصه بك عن نظر الاخرين. نعم. فقال ايه؟ فيهن قاصرات الطرف حور مقصورات في الخيام. الامر الثاني حجب اعين الناس عما في ايدي الاخرين. نعم. فتلاقي كل حريه لا تنظر الا الى زوجها، كل زوجه في الجنه كل زوجه في الجنه لا تنظر بعينيها لزوج الثانيه. خدوا بالكم، عشان كده سماهم ايه؟ قاصرات الطرف. الطرف اللي هو ايه؟ العين، نظر البصر. اي اللواتي يقتصر نظرهن على ازواجهن، على ازواجهن. هي متبرمجه على ده بس، شايفه ده بس. صحيح. شوف ازاي. وعلشان كده من جمال القران بقى وحلاوه القران، ما هو اللي فتح الكلام اعذروني يعني، من حلاوه القران لما تسمع الدعاء اللي بعض الناس مش فاهمين معناه. ربنا اجعل لنا من ازواجنا وذريتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا إيه؟ قرة اعين. ايه بقى قرة اعين؟ سلام. اما سبحان الله، قرة اعين طول ما الواحد باصص اللي في ايد غيره عينه زيغه، قلقه، عينه زيغه. صحيح. عمال يبص لده وده، انما لو بص لمراته وعياله انهم احسن هديه من ربنا واعظم نعمه من الله، اهو ربنا كده جعل لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. صح ولا لا؟ صحيح. كلام مهم جدا فتحه الشيخ رمضان عبد الرازق. يكمل ايه العنصر الثاني من عناصر الرضا؟ من ضوابط الرضا الضابط الثاني
اليقين بأن ما اختاره الله لنا هو أعظم شيء لنا يقينا. الله 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 الله. ضابط الرضا التالي اليقين بأن اختيار ربنا أعظم اختيار، والله يعلم وأنتم لا تعلم. من هنا تعرف في رجل شوف أعرابي الكلام. شوف في رجل الكلام. أعرابي يا مولانا جه لسيدنا النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم والنبي أوتي جوامع الكلم كلامه يعني قوي جدا، فبيقول له يا رسول الله أوصني وأوجز. اللي الشيخات كان بيقوله دلوقتي خلي عندك حسن ظن بالكلام الناس، واحد يقول لك أوصني وأوجز دي قلة أدب، زي يقول له أوصني وأوجز. لكنه أئمتنا اللي كانوا بيشرحوا لنا الحديث يقول لك طب ما في المعنى الثاني، إنه الراجل كأنه رايح للنبي يقول له مش هاخد مرأتك كتير، مش هاخد مرأتك كتير، بس عايز كلمتين بسرعة وأمشي، ذاكرتي قليلة أو أنا ذاكرتي ضعيفة. بس برضو ده إعرابي والأعراب كان ليهم جلافة حديث كده وليكن بس احنا بنحسن الظن أوصني وأوجز. لو أنت بتسأل النبي هتقول له أوصني وإيه؟ إيه؟ وطول. أوصني وأسهل. أوصني وامخد راحتك. خد راحتك يا رسول الله. بص أنا ما وريش حاجة، خد راحتك. أنا بيني وبينك أنا برضو أنا قبل ما تكمل حديثك أنا مش متخيل، والله ما قادر أفهمها. إن النبي يبقى واقف بيخطب الجمعة وأنت تاخد بعضك وتخرج من الجامع. يا خلاص. أنا حد يقدر يفهمها؟ بالله عليك. أنا بتكلم للسادة المشاهدين، تقدروا تفهموها؟ يعني تقدر تقول تتخيل لو أنت واقف داخل مسجد تصلي الجمعة وفوجئت إن اللي واقف على المنبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. وبعدين وراك مشوار ولا وراك حاجة، هتسيب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر عشان بيزنس عشان وراك مصلحة. وعلى فكرة اللي نقل لنا الرواية أصدق القائلين. القرآن الكريم أصدق القائلين، يعني اللي حكى لنا كده وقال وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تخيل يعني اللي بيقول لك تركوا النبي قائما ده اللي بيحكي ربنا سبحانه وتعالى. فتصور يا فندم لما حضرتك تتصور هذا الكلام، مين اللي يسيب النبي ويمشي يا دكتور هاني؟ مين يقدر يتخيل حاجة؟ والله العظيم تقدر تتخيلها، شيء عجيب. الأعرابي بقى راح للنبي قال له عليه الصلاة والسلام قال له أوصني وأوجز، قال له رقم واحد عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى. اليأس هو ده الغنى. الغنى ما تبص يعني مش ما قال له ما تبصش بيد الناس، لا اليأس ما تعملش حساباتك خالص يعني. وإياك والطمع. يا عيني يا عيني. فإنه الفقر. إيه الغزة ده؟ إيه وإياك والطمع فإنه الفقر. التالتة وإياك وما يعتذر منه، ما تعملش حاجة تقف تتأسف عليها. ايه الكلام ده يا جماعة؟ شوف الضرر يا اخي. ايه الكلام ده؟ تعملش حاجة الشارع ده وان واي اتجاه واحد داخل عكس الاتجاه ليه. لا قول لي الحديث تاني. تاني جماعة اللي يقدر يكتبه يكتبه بجد. انا الحديث ده اثر فيا جدا وانا حاسس ان انا احلق فوق السحاب بفضل هذا الحديث. منهج حياة والله يا شيخ. قول عليك باليأس مما في أيدي الناس. عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى. شوف الله الله. وإياك والطمع. عايز وعايز وعايز. بقول لك ده الدولار روح هات دولارات خزنها. ده مش عارف إيه عربيات روح هات عربيات. إيه ده في إيه عامل إيه؟ عامل إيه؟ بقت الناس بتشتري ده بهستيريا. إيه ده؟ أمة ذهبية. بقت الأمة ده العصر الذهبي. دلوقتي بفضل الله إحنا عايشين في العصر الذهبي. كله بيشتري ذهب. ايه ده؟ عليك باليأس مما في ايدي الناس فانه الغنى، واياك والطمع فانه الفقر، واياك وما يعتذر منه. يا سلام. انت تحطش نفسك في موقف انا اسف قصدي انا ما خدش قصدي ليه. امشي اهالينا مش قالوها زمان الله يرضى عنهم امشي عدل ها يحتار عدوك فيه. الرابعه يا رسول الله قال له وصلي صلاتك وانت مودع. الله 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 الله. كنا بنتكلم احنا والشيخ خالد قبل البرنامج يا حضرات في قضية الصلاة، وليه الناس بتسرح في الصلاة وليه الناس والنسيان في الصلاة. قال لنا معلومة رائعة جميلة جدا حبيت حضراتكم تعرفوها معنا. الحال العلماء بيقولوا هذا الكلام. العلماء بتوع انا الموضوع ده اهتميت بيه في الدراسة في القراءة مش كلامي انا، يعني علماء المخ والاعصاب بيقولوا ان في حاجة اسمها النيورال باسوي، دي وصلات عصبية المخ بيستخدمها الوصلات العصبية ديت عشان أمور كثيرة جدا منها الذاكرة.
فدي موجوده في الفرونت لوب اللي هو الجزء الامامي في الراس بفضل الله. الكلام الكبير ده ما هو هم لغتهم كده اللي هو القران بيعبر عنه بالناصيه لا نسفعا بالناصيه سوره العلق ناصيه كاذبه خاطئه في الى اخر الايه. فالناصيه مقدمه الذاكره مقدمه المخ دي اللي هي فيها كل الرماد بتاعتك دي. فحضرتك اللي بيحصل ان الاعمال المتكرره المخ ما بيحتاج لهاش الوصلات دي لانها بتتعمل مش اولويات بالنسبه مش اولويات مش محتاج لها الوصلات دي فالمخ بيروح متاخرها على جنب بتتعمل اوتوماتيك لانه عمل متكرر. وده بيخليك انك انت في الحاجات المتكرره وانت بتخرج من بيتك الصبح بتقفل باب الشقه بالمفتاح وبتنزل وبتركب عربيتك. بعد ما بتركب عربيتك بتقول الله انا قفلت الشقه ولا لا قفلت. ما انت بتعمل ده يوميا فانت بيجي لك وسواس انت قفلت باب الشقه ولا ما قفلتوش فبترجع تاني وتركن وتلاقي نفسك قفلته فعلا. ايوه بالظبط كده. بعض الناس بقى بيجي لهم الاو سي دي دوت اللي راح طالع راجع تاني ويقعد يتاكد انه قفل باب الشقه ولا ما قفلوش ويرجع تاني. وده السبب في السرحان في الصلاه. مش لازم كله يبقى شيطان عشان بعض الناس فاكر ان كله لازم الشيطان المعروف اللي هو خنزب دوت السبب. لا ده ممكن السبب هو ان حضرتك ما انتش مركز في الصلاه بقدر كافي. بتصلي بسرعه اعتياديه بتصلي بشكل اعتيادي ان الله كل سنه بيصلي الله اكبر اذا جاء نصر الفتح الركعه الثانيه قل والله احد الله سبحان ربي العظيم الله سبحانه بقى 35 سنه بيقرا اذا جاء نصر الله والفتح. طب نعالج السرحان المخ ازاي بقى يا سيدنا؟ نعالج السرحان ده ازاي في الصلاه؟ تجدد في اللي بتقراه. لو انت اضفت حاجه غير معتاده على الحاجه جديده لو انت اضفت حاجه غير معتاده على الحاجه المعتاده هينتهي السرحان. تنبه المخ بقى خلاص وهتنبه المخ فيروح فالمخ يقول ايه ده لا 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 ده في حاجه جديده ده في ايه جديده ده في سوره جديده. بل افضل ان انا ما اكررش نفس الايات ونفس السور في كل صلاه. الكلام. كل صلاه اجيب ايات جديده وسور جديده. احسن الله اجيب دعاء جديد او ذكر جديد تسبيح جديد. ايوه كده هو ده. فحضرتك كونك انك انت تعمل هذا الكلام بيؤدي. ولذلك احنا علمونا لو انت في واحنا بنحفظ في الكتاب انت لو غيرت نسخه المصحف ما بتعرفش تسمع. صح. ايه ده الكلام ده انتوا مش عارفينه ولا لما انا كل حافظ القران عارفينه؟ مولانا لما بنبقى يعني ربنا يكرمنا في الحرمين الشريفين كده فانا ببقى ماسك موبايلي فالبعض مثلا استغرب انا ليه ماسك الموبايل يعني المصاحف ماليه الحرم. اقول لهم يا جماعه اصل انا حاطط نسخه من المصحف بتاعي انا الشمرلي حاططها على الموبايل. احنا النسخه دي مش موجوده في الحرمين. احنا متربيين يا جماعه على نسخه اسمها طبعه الشمرلي. الناس بتوع القران عارفينها يعني. فاحنا اتربينا عليها في الكتاتيب وكان مش كل صفحه بتنتهي بايه زي مصحف. بتلخبط لما ببقى مصحف تمام. انا الصفحات بتبقى مرسومه في دماغنا عارف الصفحه بتبدا بايه وتنتهي بايه. كل قران صحيح ومظبوط احنا مش بنشكك في اي طبعه بس بقول لك ان ترتيب الاسطر وتنسيق الصفحات مختلف. فلو واحد ماسك مصحف مش الشمرلي وبيسمع لي منه انا بتلخبط. طب انت مالك ومال اللي في ايده ما تسمع مش بتسمع من الذاكره اهو ده بقى الارتباط الشرطي اللي انا بقول لك عليه. فيا جماعه خد بالك انت مش عاوز تنسى في صلاتك يا ريت تجتهد شويه تزود سوره ضيف ايه جديده اخرج عن الرتابه اخرج عن الاعتياد. صحيح. تعال سلسله المفاتيح وعلق لها شريطه حمراء شريطه خضراء كده يبقى انت كسرت الاعتياد بتاع منظر سلسله المفاتيح وانت بتقفل باب الشقه. وانت بتقفل باب الشقه قول ذكر معين قول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اضفت حاجه جديده هتنتهي مرحله النسيان. سبحان الله يا سيدنا الفقهاء لما تكلموا في مساله النيه في الصلاه. نعم احنا طبعا عارفين ان النيه محلها القلب ده الاصل. نعم فبعض الفقهاء زي الساده الشافعيه قالوا يستحب التلفظ بالنيه. يعني بعض الناس متخيلين ان التلفظ بالنيه بدعه. لا مش بدعه ولا حاجه ده التلفظ بالنيه مستحب. علاج قالوا علاج ليه؟ علاج تاكيدا على ما في القلب ان انا وانا واقف في الصلاه نويت في قلبي فالشيطان بيدخل لي او الذاكره بتدخلني في الصلاه هو انا نويت ولا ما نويتش. طب انا نويت ازاي كيفيه النيه ايه؟ قال قول اللفظ نويت اصلي صلاه الظهر اليوم من الاول عشان تقطع عنك الوسواس ده وتعالج نفسك من الامر ده. الحقيقه اروع ما سمعت اللي انت قلته ده وهو ده اللي بنصح بيه ولادي لما بقول لهم انت مش عاوز تسرح في الصلاة اعمل اللي هقول لك عليه. ما تصليش سري ابدا ما تصليش سرا. يعني ايه؟
ما تقعدش كده، ما تقعدش واقف خاصة اللي عندهم وسواس. ايوه اوعى، امال ايه؟ سمع نفسك لو انت واقف لوحدك، بتكلم لوحدك، انما لو واقف وسط جماعه يبقى اسمع الامام، لانه ما جعل الامام الا ليتم به. وكلكم مناج ربه، فما لا تشوش عليا ولا شوش عليك. انما لو بتصلي لوحدك لازم اقل حاجه تسمع نفسك، سمع نفسك وصلاتي صحيحه كده. ده هو ده البعض اعتبر العكس الصلاه باطله. البعض اعتبر العكس الصلاه باطله. انا هقول معلومه على الهوا، ما اعرفش المعلومه دي جديده عند الناس او بعضهم، بعض الناس، انما إن عندكم مش جديده. لو صليت الصلاه السريه جهريه او الجهريه سريه ما تفرقش. الصلاه السريه، الصلاه السريه صلاه الظهر وصلاه العصر فقط، انما صلاه الفجر والمغرب اللي بروح اصلي ورا الامام، فهو بس بسمع تكبيرته بس، الله اكبر، وبيعرف سر وانا بعرف سر. دي الظهر والعصر، الظهر والعصر اسمها السريه. تمام. انما الصلاه الجهريه اللي هي الفجر، أيوه، المغرب، العشاء، اللي الجمعة، بسمع فيها الامام بيقرا قران وكده. الفجر، المغرب، العشاء، الجمعه، دول مالهم بقى السريه والجهريه؟ دي جهريه. ماشي. لو الامام اللي انت واقف تصلي وراه صلى صلاه المغرب سرا، صلاته صحيحه، صحيح، لكن يزول للسهو. ولو الامام اللي انت واقف وراه وقفت تصلي العشاء فقرر انه يصلي العشاء بصلاه سريه، صلاته صحيحه. طبعا العصر. احنا مش بنقول ان علماء والائمه يعملوا كده، لانه ما تعارف عليه الناس اولى للخروج من الفتن. وهو كمان يا سيدنا، لان الاصرار والجهر ده مش من اركان الصلاه، هو من واجبات الصلاه عند بعض الفقهاء. نعم. بالتالي يوجب سجود السهو. لو الانسان تعمد انه يعمل كده الصلاه صحيحه، لكن ينقص من الاجر. لكن عشان يدخل في باب النسيان، احيانا واحد ممكن ينسى يصلي الصلاه السريه جهرا او الجهريه سرا، ما فيش مشكله، ورد في بعض الاحاديث، ولكن كان هذا على سبيل التعليم. لكن انا خدت لاحظت ان حضرتك بتقول انه يوجب سجود السهو لو تركه سهوا. لا، الدليل على كده يعني لان البعض زي المذهب الحنفي بيعتبر ان الجهر في الصلاه الجهريه او الاصرار في الصلاه السريه ده من واجبات الصلاه. لكن عند الجمهور حاجه اساسيه، حاجه اساسيه، بس مش اساسيه زي الاركان. وبالتالي الاساس ده اللي هو اقل من الفرد او من الركن شويه، لو انا تركته اسجد للسهو وسهو صحيح. ده عند الشافعيه كمان دكتور. مش سنه، ده هيئه. طبعا دكتور. دكتور هاني، عاوز اقول لحضرتك ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يسر احيانا في الجهريه. نعم. ويجهر احيانا في السريه. نعم. اللهم صل صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك عند جمهور الفقهاء على انه ليس من واجبات الصلاه المالكيه والشافعيه والحنابلة. خرجنا. نعم. من الاركان، هو بس دل فعله مره او مرتين عشان يخرجنا من باب الركنيه. ده هكذا قال السادة الاحناف. ده مش ركن، ده شوفوا مش الكلام الفقهي بقى. شوفوا النزاع الفقهي اللطيف الجميل. يعني عند الاحناف لا، ده انت لازم الجهريه جهريه والسريه سريه، انما عند المالكيه وعند الشافعيه وعند الحنابله الامر على الخيار، ما فيش فيها اي مشكله. فالمهم يعني خلينا نرجع مرجوعنا، ان وانت بتصلي لوحدك يا ريت تسمع نفسك. نبه نفسك. لو سمعت نفسك، ها، السوسانه دي، السوسانه اسمها السوسانه، انت بتكلم نفسك كده، هذه الطريقه ستمنع عنك الغفله تماما. بيجي يقول لك يعني اسمع نفسي قد ايه؟ يعني ممكن تعمل لي حاجه كده؟ وريني كده حضرتك بتصلي كده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. الله تعالى. طب ركعت، ها، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال. سمع نفسي كده. بس اذا كنت منفردا ولا حتى لو في جماعه بهذه الصورة؟ ما احنا قلنا لو انت في جماعة ما جعل الامام الا ليتم به، ولا يرفع بعضكم صوته فوق بعض، ولا لا كلكم مناجين ربه فلا يؤذين بعضكم بعض. ولو بيصلي ورا امام يا شيخ رمضان يحاول يجدد، ما يحاولش يلتزم بايات معينة او صور معينة في كل صلاة بيصلي. لا انت حلت لي مشكلة البيوت دلوقتي، واخواتنا في البيوت وامهاتنا اللي بتيجي ما تقول لك يا ابني انا بنسى وبتاع، فقول لها يا حاجة سمعي نفسك، الله اكبر، اقري بصوت عالي. طب واحده بتقول لك القران قايل كده، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به. واحده بتقول لك يا مولانا والدتها مسنه واحيانا بتنسى، فاصلي بيها جماعه بصوت عالي وسبحان ربي العظيم جنب مامتها كده؟ طبعا يعني. طبعا مفيش مشكله، طبعا للتذكره. وهكذا كان يفعل الصحابه وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم. انما اللي مش قادر، الرجل الاعرابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله انا سمعتك بتقول دعاء وسمعت معاذ بيقول دعاء. لا احسن دندنتك ولا دندنت معاذ. انا شوف اللفظ، الراجل بيقول ولا لا احسن دندنتك. الدندنه
اللي هي الكلام غير المفهوم او الكلام زي التمتمة كده اللي ما انتش عارف يقول ايه بيحرك لسانه في صوت انت سامع صوت بس ما انتش عارف تحلل الحروف ولا دندنة معاذ. فقال له انت يا عربي ماذا تقول؟ قال له اقول اللهم اجرني اللهم اسألك رضاك والجنة واعوذ من النار واعوذ بك من النار. قال له حولها ندندن اللهم انا نسألك ان تقبل منا أمين. صلاتنا أمين. وصيامنا أمين. ودعاءنا أمين. اللهم انا نسألك ان تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء أمين. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك أمين. اللهم لا تقبضنا اليك الا وانت راض عنا أمين. اللهم اغفر لنا ما ذلت به ألسنة آمين. اللهم اغفر لنا ما زلت به ألسنتنا آمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء آمين. اللهم رد إلينا بلادنا ردا جميلا مباركا آمين. اللهم احفظ دماء الناس كافة يا رب العالمين آمين. اللهم رخص لنا الأسعار آمين. ونجينا اللهم من النار آمين. ووسع اللهم لنا في الدار آمين. اللهم اجعلنا من الصالحين الأبرار آمين. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك آمين. وصلي لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين أمين. وعلى أهلي وصحبي وسلم أمين. دقائق لطاف مع هؤلاء العلماء ربنا يجازيهم خير ويبارك فيهم ويحسن إلينا وإليكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.